الصندوق اللي موجود. الله صباح خير. جبني هذا. هي المصممة يعني؟ هي اللي تصمم وتخيط. قامت تضرب ظهرها. أنا شفت المنظر سبحان الله تجمدت بالكامل. والله يا جماعة إني بس العين اللي تتحرك. أنا جامد شايف ولدي عيونه جاحظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يا ساتر يا ساتر، وين دخلتنا أنت؟ والله ما يقولي. والله عزوز شافه بالصدفة. أوبا 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 أوبا. السالفة؟ هذا الحين محل. اكتبوا لنا يا متابعين، تدخلون هالأماكن؟ وش؟ حتى المراية تخوف. او ماي جاد، عشان بس يبيع فنايل. هل هذا ويش؟ اوه ظهر فرقة موسيقية او حاجة زي كذا. حاط شكمان سيارة او قزوز، يعني ما ادري هل هو باند ولا حركة كذا، ما اعرف. بس كل الفنايل توحي بغضب وجماجم ورعب. الله الله الله، انا ما مر علي كذا من قبل. كيف تشوف المكان؟ كم تقيمه على هالرعب هذا؟ شكله حلو. اي هذا والله كابتن ماجد، بالله طلعي لي اياه. اسالك ايش يسوي هذا جنب الجماجم؟ ثانك يو سو ماتش. يلا خذ الفانيله الحين. انت ما شفت المكان الثاني؟ لا ما نتابع هاري بوتر. ها هاري بوتر، شو شوفوا يا جماعه، هذا المكان الثاني. الله او ماي جاد، ذاتس كول. والله عرفت ذا النكبة، راعي مشاكل. هذا حق هاري بوتر. و شو السوالف هذه؟ او هذا حق الساحرة. شوف التفاصيل الصغيرة اللي فوق يا بابا، شيء 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 جميل. مكان رعب على سحرة على. تفضل وتطلع من هنا ويستقبلك الحبيب بابتسامة جميلة، ابتسامة الصباح. بسم الله. ليش في شو اسمه؟ مملكة القمي. ناخذ كمان؟ ناخذ؟ يلا. هنا مملكة الناس كلها هذه. الريحة. الريحة. هذا ثلاث أدوار غير ذاك اللي شفناه أبو دور. أبو بقرة. شوفوا حلو الأشياء هذه اللي يحطونها الشخصيات. شو شوف يا جماعة، ثعبان. بس قطو، هو قطو ما في فايدة والله، تعابين ومشاكل. وجنب الثعبان قلب. يلمحوا لك. شفتي سمك القرش ولا لا؟ تعال بسرعة. ليش كذا كذا تغيب الحلا؟ شوف يا جماعة سمك قرش. لحظة، ها بسرعة. اوه ماي جاد. لا لا طيب طيب، ممكن تقولي لي هذا ايش هذا بسرعة؟ أسنان. توث برش، لكن معها أسنان. ومعها أسنان. شوف 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 يا جماعة، أسنان أسنان. تاكلوها بالله. ها برش أسنانه. تش تش تش. الله جميل جدا. تش تش تش. هذا وشو؟ هابر. فلفل حار. سلامات يا أبوي. مصاقيل هذه ولا وشو؟ ما شاء الله. بيض عيون. ليه ما أدري. الله شوفوا شوفوا خولة، تذكر يوم سوينا تيدي بير؟ هذول كبار بس هذول احترافيين. احنا كان عليه ملاحظات كثيرة صراحة. رقع رقع. ها ايش بعد؟ والله كل زاوية يا جماعة تشوف شيء مختلف. هذا دلع يا بابا. لا لا احنا نبغى الاشياء الغريبة. لا لا ها اي وراني عزوز. تمساح. هذا احنا عادي. ايه هذا صح. يا عيون. هذا عيون يعطيك هلك.
لا ما لا دخل. كيف عيون وحبحب؟ يعرفت انا لما اهد عيالي من عيوني. المكان جميل جميل جدا. لحظة انت شفتوا ضفادع؟ الله والله ضفادع. وايش بعد؟ حصانة يونيكورن. يده يا بابا لا تعوريه. معلش بابا انا دائما حنون حتى مع الحلويات. الله يخليك. مره توكل على الله. مره تمشي علي ها؟ يد يلا. اي والله اصبع الرجل كبير بعد. وهذا سمكه. لا مو سمكه يا بابا. ايش ذا؟ تمسح ثاني بعد. والله حلو. يلا خلونا نمشي. يلا خوفك. تعال بعزمكم على احلى ايس كريم جيلاتو اللي تبغاه. جوانا تفضلي يا جوانا، هذا ايس كريم لك انت. ممكن يا شباب مساعده؟ خلاص يلا بسم الله تطلع. يلا تعال. الله وصلنا للحلاوه كلها. سلام. يلا شكرا شكرا. اوه ماي جاد. الله 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 الله. جينا هنا يا جماعة قالوا معليش اليوم مدارس زي ما انتم شايفين، فلا يا ابن الحلال لا تورطنا. هذا المسرح الروماني المرعب اللي صار فيما بعد مسرح روميو وجولييت. جميل. معليش شباب جبنا لكم واحد من قبل 700 سنة ما نقدر ندخل. نايس. هذه إطلالة على السريع للمكان الجميل هذا. والله للأسف طلع اليوم فل المدارس. معلش الجيات أكثر إن شاء الله. خلونا الحين نجرب أشياء ثانية. يلا والحين قاعدين نجرب أشهر بطاطا موجودة في إيطاليا. شوفوا كيف كأنهم يحلبون بقرط. يا سلام. أشوف أجل. Let me try. تفضل. خلاص عرفتوا ايش اسمه هذا؟ اوه ما شاء الله صغيرة مسكين انا والله. جودي اخذها بالكاتشب. من باقي؟ مرة حارة. انت وش الصاص؟ ساموراي. خير ان شاء الله. يا ساموراي. انا هات صاص مع مايونيز. حلو. ظاهر ريما لم يعجبها شيء. ليش؟ عزوز هذا حلو مرة عجبني. يلا الناس اذواق. يقول لولا اختلاف الاذواق لبارة السلع. يعني ما تبين. الله يعطيك العافية. لا. ايوه صادر طال عمرك. ودفع عند امها عشان ايه. دخلنا على طول ناخذ شيء يبرد من البابل تي. لقينا هنا واحد امس جربناه كان مرة لذيذ. طبعا ريما المفضلة. عزوز باشن فروت. يلا باقي لنا اثنين جايين في الطريق. بعد ما اخذنا عصيراتنا عشان شوي نبرد على الحر اليوم. شباب ايش قاعدين تشوفوا؟ ايش قاعدين تتاملوا؟ يتاملوا هالنافوره. تدروا وش هذه؟ ما حد داري. هذا قبر جولييت. روميو جولييت. هذا هو القبر والناس هنا جايه محتفله وتناظر وتشوف. طيب ايش الفائده؟ ما ادري بس يعني يا مكان جميل. الحين بدأت الدنيا تبرد والسحب تتراكم. يا سلام الحين بدأ الجو من جد يحلى. وهذول الحين قاعدين يتهاوشوا. ايش قاعدين نتهاوش؟ قبل شوي قاعدين نترافسوا بعض. ايش قاعدين تسووا؟ لا قاعدين نسوي شوف العيال. توروا بعض ما شاء الله. شوفوا في حفل تخرج هنا كيوت مرة حلوين كيوت. هذا وشو الحين هذا؟ انتوا تطلبون ايش؟ ريزوتو. يس احلى شيء عند المطاعم ايطاليا اللي هو انك تطلب بطاطا بيكت مو مقليه. اللي هي طباطا قلت طباطا. بطاطا بالفرن. وهنا لازانيا بيف حلال طبعا. وهنا سلطه. ليش قطعون الطماطم بهالشكل؟ انا طلبت سلطه بالشرمب والبرتقال بس جابوا لي سلطه عاديه. نرجعها. بسم الله. وصل بدر بالسياره. والله هذا اللي حصلته. وش سوت لك المرسيدس الكبيره؟ البان. ما في العالم كله. ما في. اوكي والله طلعوها من. ايش بيدخلنا بداخل هالسياره؟ انا ابغى السياره لي نفسي سياره. اوكي ميني كوبر.
مرة مشهورة إيطالية من يكوبر. أما الشنط، وضع الشنط صعب مرة. عزوز أركب مع الشنط. هو أصلا تدري شلون؟ استسلم الموضوع عادي خلاص، الموضوع صار يضحك الحين. بس قسم بالله بعد السواقة ساعتين بس البكاء بيبدأ. هو بس احنا نبغى ساعتين ونوصل وخلصنا. انا عارفة بس يعني اذا انت تبغى يعني باخذ دباب انا وعزوز. الله باخذ واحد من هذيلة. مجودي راح يسوق على بالها لعبة. خلص يا ابن الحلال. من كثر ما هي صغيرة يعني يحسبها لعبة، عرفت شلون؟ والله من جد. اوكي محاولة جيدة. الله عليك. ترك التمر ما صارت كذا. والله يا ما شاء الله على خولة تخطيط كذا دنبوشي سريع. طلعت دخلت والله يا جماعة شوف سكري ها. والله هذه الميني كوبر. رح يلا. لا والله ما رضيت خولة فشلتينا يا خولة. توني كنت امدحك والمدح ذا لايش؟ خولة اعطيها هذا دفعة البعير الأعمى. يلا. ما له ده. يلا. يلا ها. سكرت. تحاول ممكن تفضل امسك هي تفضل. يلا تفضل. هنا قوة الرجل. الله عليك الله. بدر لو انفكت، لو مطب واحد انفكت. على بالكم ما صارت من قبل بدر؟ كم مرة صارت لنا؟ شوفي اسمع شوف المدحة. والله مفتوح بدر. تدري كم مرة صارت لنا هالحركة؟ تطيح الشنطة في الطريق. في الكاريبي طارت الشنطة من الباص، بس ما لنا دخل، ما احنا راعين الباص. وفي طفولتي بعد صارت. انت طفولتك حفلة انت. الله يعني الطريق بالضبط على وقاس السيارة. مرة شلون في ناس بس الطريق ما أعرف. Let's go to Starbucks. يا ابن الحلال روقنا. عندكم طول ما انتم ماشيين خلي عندكم كاش ضروري. السيارة تحتاج أيوة. كاش. أيوة. يبي مسبح يا خولة. خولة طبعا الدليلة. قبل لا نوصل نحجز فندق. التخطيط اللي على اخر لحظه. لكن اي هذا بناخذ فيلا، ما بناخذ لا فندق ولا شيء. الله يستر. والله حلوه يا خوله حلوه. بس انا خايفه تصير فينا مثل اول يوم. تتذكر اول يوم ايش صار فينا؟ اي بي بينا اي. لا ان شاء الله كوم وحلوه ما يصير فيها شيء. ناخذها يلا توكل على الله. يلا. والله بالخير. اي وين ابو فيصل حق الكسرات؟ الشباب وينكم؟ في كومبلين؟ في شكوى؟ عزوز حالته حاله. كيف المني كوبر؟ بالله كيف المني كوبر يا يعني. مو لنا حلو طبعا. انا لا مسكين يعني مجودي فتره. ايوه الله المني كوبر جميله. بابا شفت هالسياره قلت الله المني كوبر. من فجاه ركزت احنا كلنا اربعه لا تجلس جنب بعض. اتوقع بابا يبغى يركب هالسياره. اي هو تقريبا بارت من الخطه يعني. الكومبلين الوحيد مجودي لو يوقف يسوي هالحركات. مجودي قاعد يلعب لعب. شكرا للإفادة اللي سوتيها لي. مكانة طويلة جدا. السيارة جميلة جدا. أنا مرتاحة. أحلى من القطار لأن إحنا تبهذلنا في القطار. صح. لكن السيارة ساعتين بس. أنا مرتاحة. وهذا أهم شيء. ما عندي أي مشكلة. بيضة كذا. أعمالي الطيبة. إيه خلاص يلا أوكي. واحد سودة بس. إيه كذا زين. أهم شيء أنا مرتاحة. الليدر هنا مرتاح. جداً. خلاص الحمد لله هذا اهم شيء نبغاه. طبعا الكومبلينين قاعدين نسمع من اول والسوي على اللي ورا مالهم. الاقزام السبعه اللي ورا بسم الله علينا. الاقزام الاربعه اللي ورا بسم الله. سبعه يا اخي. امكم ذي ما تشوف ماي جاد. شوف هذيكم تلعبي بالجوال. الحمد لله رب العالمين يا جماعه وصلنا هذا البيت. شفتوا كيف كلها شغله ساعتين بس. ننتظر صاحبة البيت اللي هنا تفتح لنا البيت. تفتح لنا الباب. بس كيف الميني كوبر بالله؟ والله حلو بس. لنا كلنا لا أكيد. لا صعبة أنها. تحس أنها سيتي كار بس مرة حلوة والله. تعال أبو الشباب. للشارع والله. ها؟ ميني كوبر نفس اللون. شفت كيف؟ إخوان. بندخل الحين الشقة. اوه ماي جاد. اوه يلا اطلع افتح. في واحد دخل في جدار. منهم مجودي معليش دخل في جدار. ما شاء الله يا جمال المكان.
مسبح. يلا ننقز الحين. اقعد اقعد. خلينا هذه كومو. اوه في تنس طاولة. لا لا بيصير نحلل المكان ذا مرة. ها؟ ثلاث ايام. خولة خولة. تمثال انت هي. لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الشقة الأولى، احنا أخذنا الشقتين كلها، الدور الأول والدور الثاني، فهي تشوف معانا. سلامات يا أبوي مرة ثانية. أوه. أوه هذه حق المجودي. صح؟ أوكي. غرفة الغسيل. الله. هذا نعطيها العيال. شوف حلوة حلوة الإطلالة. أوه هذه الغرفة الرئيسية مع البلكونة. دورة المياه الله يعزكم، يعني زي الجناح. حلو حلو. أنت الحين تدورين غرفة؟ ها؟ جوعان. اللي فوق يا ويلي. لا لا دام في مطبخ يعني في اليوم في مكابيس وما ليش شكشوكة طيب؟ وش هذا الدور الثاني؟ أوه شوف الستارة الإلكترونية. سلامات أبوي. ما أدري والله شو السالفة؟ أو هذه مختلفة عن اللي تحت. الله يعطيكم العافية، انزلوا هذه لي أنا وأمكم. لا والله. أي نعم أي نعم. الله طاولة الطعام. إطلالة. جميلة. وكذا طلعنا الشنط. يلا عزوز. إن شاء الله بنوريكم كذا إطلالة بكرة على الصباح والدنيا تصوصو وتزغرط. تزغرط؟ زقزقة العصافير عفوا. زين؟ خلونا نطلع الحين الداون تاون. يلا بسم الله. يا ويلي حالي موجود يرجع داور داور يا يا الحافي داور يا الحافي. نسكر الابواب قبل لا نمشي ليش؟ ما ادري في اخلاق غير محلها. يلا ما ادري والله. قرا لازم نقفل الابواب قبل نمشي. لما نمشي لا ابو الشباب والله ما سويتها في بيتنا يا شيخ. يا ويلي حالي. يا ولحالي اسمعنا يا رب عشان هذا الفيديو وافيني هاي الفيديو العشاء في الشاي والسبسكرايب والله من جدك بتودينا مكان هجت. طيب ما هو جه هذا والله شو والله يا سلام.